مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقتنا السابقة نتحدث اليوم عن الانتماء للوطن مع ضيفي اللي نورني وشرفني النهاردة الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام نورتني وشرفتين النهاردة, النهاردة يا أستاذ حمدي أستاذ حمدي آه، عايز أعرف من حضرتك ما هو الانتماء للوطن الانتماء في حد ذاته هو عشق المكان الذي تعيش فيه وتنتمي إليه والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل الاعلى في ذلك حينما خرج من بلده مهاجرا ونظر اليها قال والله انك لا احب بلاد الله الي ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت ابدا فبرهن لنا عمليا ان حب الوطن واجب في الدين الاسلامي على كل فرد وكل انسان يعيش على ارض الوطن ان ينتمي اليه. والانتماء له اشكال كثيره سنتحدث فيها. فالانتماء للوطن حينما تنتمي لعائله فانك تحافظي عليها. تحافظي على اعراف هذه العائله وتحافظي على بيتك وتحافظي عما يدور فيها. كذلك الوطن وهو الام التي تكبر امك. شخصيا فالوطن هو أمنا الأكبر طيب. الذي نعيش فيه فواجب علينا الانتماء إليه وواجب علينا حبه والدفاع عنه م. فلو تحدثنا في الانتماء في عن الوطن لا لضاق الحديث لأن الحديث عنه كثيرا ولكن الوقت ضيق فالانتماء للوطن واجب على كل إنسان يعيش فيه م. وان كنا نعيش في بلد سماها الله عز وجل الامينه اي امنه لاهلها وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين والنبي صلى الله عليه وسلم اوصى باهلها خيرا حينما تحدث في حديثه الشريف وقال انكم تفتحون بلدا يسمى فيها القراط فلا يسمى القراط الا في مصر فاستوصوا باهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورحما وهي أرض جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وهي التي سرى عليها جميع الأنبياء إلا ما رحم ربي سرى عليها جميع الأنبياء أي دخلها ومشوا على ترابها الطاهر وهي التي أقسم الله بها في كتابه العزيز حينما قال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين قصد القدس وقصد طور سنين <applause> الذي يوجد في سيناء <applause> الذي احتمى فيه سيدنا موسى عليه السلام <applause> والذي يحتمي فيه عيسى عليه السلام <applause> في آخر الزمان <تصفيق> <تصفيق> وإنها أرض طاهرة فأرض سيناء قد رويت بدماء أبنائها الشرفاء فشرفها الله عز وجل بأن تكون بلد الشهداء أو أرض الشهداء تمام <applause> فهي افضل بقعة اقسم بها الله عز وجل ان طور سيناء تجلى الله عز وجل عليه لموسى عليه يعني السلام يعني طور سيناء ذكرت في القران الكريم اه لان الله عز وجل اقسم بها تمام. فقال والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين التين والزيتون يقصد هنا بيت المقدس حتى لا يغيب عن اذهن الناس ان لنا بيتا مختصبا وسنرجع اليه في وقت من الاوقات وطور سنين هذا الجبل الذي تجلى الله عز وجل عليه لموسى عليه السلام حينما قال لله عز وجل ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا يعني جعله دكا اي هدم نفسه بنفسه لان الله اعظم من لانه مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لم يطق السبات أمام الله عز وجل طيب. ولذلك النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم أوصانا بالأوطان خيرا آه. وأوصانا بالانتماء إليها وجعل ذلك واجبا على كل فرد يعيش في المجتمع وفي الأرض التي يعيش فيها وعمر بن العاص حينما دخل مصر فاتحة آه. لم يقترب من أي شيء مقدسا فيها بل حافظ عليه آه. وقرم أهلها لأن الإسلام أمره بذلك ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك ولأنها مصر الحبيبة التي ذكرها الله عز وجل في أماكن عدة في القرآن الكريم منها ما ذكرنا وهي التي آوت الأنبياء جميعا منهم سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف عليه السلام وسيدنا موسى عليه السلام وسيدنا عيسى وغيرهم من الأنبياء هي, هي آوت أنبياء معينين؟ أوت بعض الأنبياء ولكنهم كثر طيب. ومميزين ومنهم من اولي العزم طيب. كسيدنا موسى عليه السلام الذي عاش فيها طفلا صغير ولد فيها وعاش فيها طيب. ولم يخرج منها الا بعد ان استوطن الظلم فيها طيب. فخرج بامر الهي من الله عز وجل ببني اسرائيل طيب. وحتى انه لم يدخل بيت المقدس فدفن بالقرب منه طيب. فمن دخل ببني اسرائيل بيت المقدس البلد الام لهم هو يوشع بالنور نون ولا طيب. سيدنا موسى عليه طيب. السلام طيب هل الوطن ليه حق علينا اكيد الوطن نحن كلنا له م. فلقد تربينا فيه صغارا ولقد نشانا على ترابه م. ولقد روينا من ظمئنا بمائه العزب وقالوا في الامثال انك ان شربت من نيل مصر رجعت اليها مره ثانيه فلم يقولوا ذلك هباء لانها تتميز عن بلاد العالم كله فهي التي استوسطها الله عز وجل في الكره الارضيه فكانت مزار للجميع شرقا وغربا وكان جندها من خير جنود الارض والنبي صلى الله عليه وسلم مدحها كثيرا والصحابه من بعده حتى ان عمرو بن العاص رضي الله عنها حينما نحاه سيدنا عمر عن مصر بماذا نصح يعني ربنا نصح انصح بايه الله عز وجل امرنا بحب الاوطان تمام بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى مكه وهو خارج منها تمام مهاجرا رغم انفه وانهم تامروا عليه وارادوا ان يقتلوه لكن الله عز وجل امره بالخروج منها فينظر إليها باكيا وتدمع عيناه عليه أفضل الصلاة والسلام, <applause> والسلام. ويقول والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي ما شاء الله. ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت أبدا ما شاء الله. ولذلك حينما رجع إليها مرة ثانية قبل الحجر الأسود طيب. وقبل ترابها تراب مكة طيب. فإن كانت هي مكة فنحن في مصر أرض الكنانة طيب. التي قال الله عز وجل عنها ادخلوا مصر ان شاء الله أميني طيب. والتي هز جندها كل العالم طيب ربنا سبحانه وتعالى لما قال ادخلوا مصر ان شاء الله أميني كان مقصد ايه بال انها ارض الملاذ لما طلب بني اسرائيل من الله عز وجل طيب. ان يرزقهم الخيرات قال اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم طيب. لم يقل لهم اهبطوا اي بلد اخرى وذكر اسمها تشريفا في القرآن الكريم شاء الله وربما الوحيدة التي ذكرت بعد البيت الحرام مصر شاء الله فقال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سأل كل الخيرات توجد في مصر وهي خزينة العالم كله ومهما افتقر العالم يرجع إلى مصر بدليل أن إخوة يوسف عليه السلام حينما طلب يوسف أن يوليه الله عز وجل عن خزائن الأرض مم. على خزائن الأرض ما خزائن الأرض هي مم. مصر يقصد بها في هذه الصورة مصر الحبيبة مم. فجاءوا إليه إخوته يريدون منه البر القمح والشعير تمام. ليطعموا به أهليهم لأن المطر لم ينزل مم. وأن الأرض لم تنبت شيئا وانتشر الفقر وانتشر الجوع في كل مكان إلا مصر تمام. فهي محفوظة بحفظ إلهي يعلمه مم. الخالق سبحانه وتعالى طب ايه النصايح اللي حضرتك ممكن تقدمها للشباب تجاه اوطانهم؟ لو ان الشباب يسمعون ممن يخرج من مصر مهاجرا منها او مسافرا ليعمل في بلد اخرى لعلم بمقدار هذه البلد. بس هو ساعات ما بيبقاش لاقي فرصته في بلده. انا لا اقصد ذلك انه يهاجر لا الله عز وجل ضرب لنا مثلا وقال لنا اسعوا في مناكبها وكلوا من رزق طيب. الأرض عمومة يعني طيب. كل البلدان أن طيب. تسعي وتبحثي عن رزقك طيب. ليس هذا عيبا طيب. حتى إن ضاق عليك الحال ولكن أقصد هنا بأن التعامل خارج مصر لا يكون كوطنك الأم التي تعيش فيه طيب. طيب. فهو الروح وهو الأمان طيب. آه أتجدي حضنا مثل حضن أمك لا تجد حضن مثل حضن أمك وإن تعددت الناس حولك وإن أحببتي مهما أحببتي ولكنها أمك كذلك الوطن مصر هي الأم فحينما يهاجر الإنسان يشتاق إليها وحينما يرجع إليها تجد بعض الناس يقبل ترابها لماذا؟ لأنه يعشق هواها لأنه يتنفس فيها لأنه يشعر فيها بالأمان كما تنتمي لقرية وتنتمي لمدينة معينة قد ولدت فيها ونشات فيها في ربوع مصر ولكن هي مصر بهذا الاسم الضخم الذي ذكره الله عز وجل في القران وذكر فيها النعم الكثيره فهي مصر هي الحب وهي الامان وهي وطني لا يستطيع احدا اخراجي منه. طب انا عايزه حضرتك تذكر لي بعض النصائح اللي المفروض ان انت نقدمها لكل بيت وكل اسره المفروض يعملوها تجاه اوطانهم يعني. أنصح كل أب وأم أن يزرعوا الانتماء للوطن منذ الصغر في إزاي الشباب كل أسرة أن يفعلوا أمامهم هذا قلنا في حلقات سابقة الفعل مم. عمليا وليس قولا ربما أنت تقول ولا تفعل مم. فلو نظف البلد أمام طفله الصغير في مم. جولة لنظر إليه وفعل مثله مم. ولو ذكر له تاريخ هذه البلد وعراقتها لا احبها واراد ان يبحث فيها واراد ان يصنع فيها اشياء جميله فالانتماء يغرس منذ الصغر ولا يستطيع احدا ان يحرك هذا الانتماء او حب للوطن بعد ذلك لانك غرست فيه ثمره قويه مثل حب الام طب عايزه حضرتك تحدثنا عن حب يعني حب الوطن في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا انه ذكر ذلك حينما خرج من من مكه مهاجرا وسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما حكم مصر مده من الزمن ثم جاء وعزل بعد ذلك وحصل ما حصل بخلاف بين معاويه وعلي رضي الله عنه حينما طلب من معاويه وقال له معاويه وهو كان يحب مصر حبا جما ويحب اهلها ويحب العيش فيها انظر الى هذا الصحابي الذي جاء من الصحراء ثم م. سكن مصر وحكمها م. بالإسلام لكنه لم يمس أي شيء فيه حتى آثارها حافظ عليها طيب. ولم يفعل كما يفعل البعض الآن يحطم تمثالا أو غير ذلك من الأحجار التي تركها لنا الأجداد م. فهي زينة المكان وواجب عليك الحفاظ عليها فمصر الحبيبة قال عمرو بن العاص عنها ماذا؟ قال لمعاوية رضي الله أقف بجوارك أساندك وتوليني على مصر مدى الحياة مدى ما عشت في هذه الحياة لأنه يحبها فضرب لنا مثلا في الانتماء للمكان الذي عاش فيه وأحبه وإن كان أتى إليه من مكة فاتحاً هو أتى من مكة أتى من مكة فاتحا حينما انتشر فيها الظلم والطغيان طبعاً. أتى الإسلام ليمنع ذلك كله لكنه لم يجبر أحدا في الدخول في الإسلام فبقى كلا على ديانته ومن أراد أن ينضم الإسلام انضم إليه فالإسلام ليس دين دماء أو دين إجبار مم. أو دين قسوة بل هو دين رحمة ودين سلامة مم. والإسلام ولذلك اسمه الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لينير هذا الاسم فهو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن خض وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك هناخد فاصل ونرجع لكم تاني انتظرونا برجع لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفي اللي منورني ومشرفني النهارده الاستاذ حمدي اعلام الباحث الديني والاجتماعي استاذ حمدي عايز اسال حضرتك ايه هي نظرتك في اللي بيحصل في الوطن العربي حاليا يعني ما يحدث في الوطن العربي مؤامره كبرى تآمر البعض عليها ان يفرقوا الوطن العربي مين بالظبط اللي انت يعني ممكن؟ نقصد بها الغرب أو جماعة من الغرب أرادوا أن يشتتوا شمل الأمة العربية. فتجدي تهجير بعض الأسر التي جاءت إلى مصر مثل سوريا الحبيبة. هذا البلد الغالي ذو جيش قويا، لكنهم استطاعوا أن يبثوا الفتنة فيه ويهجروا أهله وتسلب أموال أهلينا هناك وتشرد الاطفال وتقتل الشيوخ ويتعدوا على نساءنا. المعتصم بالله الذي حكم مع مر العصور حينما مر ذلك من الروم وقتلوا وشردوا ومثلوا بجثث لما جاء اليه رجل نجا من هذه المذبحه العظمى التي ذكرها التاريخ وقص عليه القصه باكملها. قال: وهناك امراه جردوها من ثيابها وظلوا يتضاحكون عليها، فقال وصرخت وقالت: وا معتصماه؟ قال: لبيك يا اختها وحرك الجيوش لذلك. فنحن امة قوية ونحن وطنا عربيا قوي. ولكن ما يحدث في البلاد العربية الان يدمي القلب ويدمع العين. ما ما تنظري اليه الان من تشرد لاطفال انظري الى سوريا وانظري الى فلسطين وانظري الى ليبيا وانظري الى العراق وانظري الى لبنان وغيرها من البلاد العربيه ما زالت مصر هي قويه ما زالت قويه ببساله جندها وبساله قائدها ولو انه تهاون لضاعت مصر وكادت ان تضيع في فتره من الفترات التي تولى فيها الاخوان حكم مصر هؤلاء الجماعة التي نسميهم المرتزقة الباحثين عن الكراسي وغيرها فلولا أن هذا الرجل جاء في الوقت المناسب ولولا أن الله عز وجل يحمي مصر ما نجت مصر هو ايه الهدف من من تدمير او تشتيتهم للبلاد؟ ايه هدفهم ان هم مثلا ممكن في تشتيت مصر او في اللي بيحصل في مصر؟ لانهم يعلمون علم اليقين بان البلاد العربية اغنى منهم بكثير. ان كانت علميا اشهر علماء في بلاد الغرب مذكورين كل الصناعات اخذوها منا كفكره فنفذوها على ارض الواقع. لو اننا اتحدنا ولو اننا ظللنا اوفياء لاوطاننا طيب. لا كانت الدول الدول العربيه كلها يدا واحده فسدنا العالم باكمله ولقد سدناه في العصور القديمه فال... فمن يشكك في الكلام يقرا التاريخ جيدا مم. يقرا التاريخ جيدا يعلم بان البلاد العربيه سادت العالم في طيب. يوم من الايام تمام طيب. طب من المسؤول يعني عن زرع الانتماء للوطن او عن زرع حب الوطن في الابناء من المسؤول هناك دورا على الدوله عمومه وهناك دورا على الام والاب إيه في البيت ايه دور الدوله في في زرع الانتماء في زرع انتماء حب الوطن في الابناء وايه دور الاسره في زرع انتماء حب الوطن في الابناء دور الدوله ان يعني يبثوا عبر الشاشات وغيرها في البرامج التي تبث تاريخ مصر العريق صحيحا طيب. وليس مزيفا. طبعًا. ان يبسو لهؤلاء الاطفال الصغار حب الوطن ومقداره في النفوس. طبعًا. لان الجندي يضحي بنفسه ربما يموت في ارض المعركه طبعًا. من اجل وطنه. دور الاسره. دور الاسره، دور الاب ان يزرع ذلك في اطفاله منذ الصغر. طبعًا. ان يجلس مع طفله ويحدثه عن وطنه م. ويقول له وان ضحيت بروحك م. لا تخرج منه. فانك تدافع عن عرضك وتدافع عن ارضك التي تعيش فيها فلو خرجت منها ازلك الناس في بقاع الارض لانها وطنك الذي تنتمي اليه بشكر حضرتك وبقدم كل شكر وتقدير لحضرتك طبعا بقدم كل شكر وتقديري للباحث الديني والاجتماعي الاستاذ حمدي علامة اللي نورني وشرفني النهارده وبقدم نحن. كل شكر وتقديري لقناه الصحه والجمال وكل المقيمين على قناه الصحه والجمال وبقدم كل شكر وتقديري للساده المشاهدين انتظروني في حلقه جديده من برنامج اريج والناس اشوفكم على خير